حققت مملكة البحرين إنجازا كبيرا وهاما في تسجيل رقم عالمي جديد لرياضة سباق السيارات، والمتمثل في فريق بحرين 1 الذي يملكه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، والذي يشارك الفريق من خلاله باسم مملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد أن هذا الإنجاز الكبير والفوز الذي تم تحقيقه من قبل فريق بحرين 1 يوم الجمعة الماضي لم يأتي بالسهل، فهناك تجهيزات واستعدادات ومشاركات قام بها أعضاء الفريق من السائقين والطاقم الفني والميكانيكي والدعم المتواصل. وقال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إن الفريق تم إنشاؤه منذ عام 2005، وتم اختيار عدد من السائقين الأبطال والذين شاركوا منذ ذلك الوقت في سباق السيارات دراج ريس. وأشار سمو إلى أن فريق البحرين 1 أصبح له بصمة واضحة في رياضة سباق السيارات دراج ريس، ويعتبر من أهم الرياضات الميكانيكية في منطقة الخليج وتحديدا في مملكة البحرين، والتي أصبحت تمتلك سمعة كبيرة عالميا بوجود حلبة البحرين الدولية للفورمولا 1. وأوضح سمو أن فريق بحرين 1 يتشكل من فريق بحريني، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء أمريكيين في السيارات، وتم تجهيز سيارات سريعة تتحمل السرعات الكبيرة. وشارك الفريق في بطولات ومشاركات كثيرة، ومن أهمها الفوز في 3 بطولات خليجية ومرتين في البحرين. وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره للمتسابق خالد البلوشي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمتسابق ستيف جاكسون من الولايات المتحدة الأمريكية، والطاقم الفني الداعم للفريق على الجهود الجبارة التي بذلوها في الوصول لهذا الإنجاز العالمي المبهر من أرض مملكة البحرين، والذي يرفع اسم مملكة البحرين عاليا في هذه الرياضة التي أصبحت تحظى بإقبال جماهيري كبير. كما شكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة رئيس فريق بحرين 1 لسباقات الدراج ريس حلبة البحرين الدولية وجميع العاملين على حسن التنظيم للسباقات، والجمهور الكبير المتواجد والمساند دائما لهذه الرياضة في سبيل تحقيق هذا المستوى المتميز وتطوير هذه الرياضة التي تتسم بالتحدي والتنافس. وعن استعدادات ومشاركات فريق بحرين 1 قال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة إن هناك مشاركات عديدة، منها مشاركة الفريق في سباقين في بطولة البحرين، بالإضافة إلى أن فريق 1 بحرين سيمثل مملكة البحرين في البطولات الرئيسة لسباق السرعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المشاركة في 12 سباقا باسم مملكة البحرين، بالإضافة إلى مشاركة فريق إيكانو وفريق العنابي والفرق الأخرى المشاركة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودولة قطر الشقيقة، والذين يمتلكون أفضل سيارات السرعة تقنيا. وتقدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة رئيس فريق بحرين 1 بالشكر والتقدير لمشاركة هذه الفرق والمنافسة الأخوية الطيبة، والتي تعتبر دعما وتشجيعا وحافزا كبيرا لتطوير هذه الرياضة في دول مجلس التعاون، مشيرا سمو إلى أن التحضيرات والاستعدادات للبطولة القادمة تنذر بسباقات قوية ومنافسات بين المشاركين، حيث من المتوقع أن تشهد هذه السباقات سرعات عالية من جميع السيارات المتطورة المشاركة.